قرارات للسياحة. يحييكم. شوفون شلون متجمد البحيرة. هاي بحيرة سيفان طبعا، أكبر بحيرة مثل ما قلنا في أرمينيا، مساحتها 1420 كيلومتر مربع. صباح الخير إخوان. اليوم 28 آذار من عام 2017 اصطحبنا أحد العوائل الإماراتية في جولة إلى ديليجان، ومرينا من قرب بحيرة سيوان. الجو ربيع اليوم، لكن أصعب اليوم مرت على أرمينيا جاية من بحر الأسود، سببت هذا الثلوج وهذا الضباب. فإن شاء الله راح نحاول أن نستمر نقل جولتنا قدر المستطاع. هذه الأجواء في بحيرة سيفان في يوم 28/3 من عام 2017. عاصفة مرت من بحر الأسود سببت هذه الثلوج، وإلا نحن في موسم الربيع. نشوف البحيرة متجمدة، هذه الضفاف البحيرة هنا مقابلنا.